اهلا بكم ومرحبا في قناتكم قناه روز تشانل وفيديو جديد عن مسلسل حكايه جزيره. قبل ما نبدا حط لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، شير الفيديو ده كتير، فعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله على القناه. يعني فينا على انستغرام متنسوش تعملوا سبسكرايب لقناتي التانيه، سيبت لينك في صندوق الوصف. ويلا بينا نبدا. في الفيديو ده هكلمكم عن مسلسل حكايه جزيره، ملخص احداث الحلقه السادسه وتحقيق احداث الاعلانين، فكملوا الفيديو للاخر. وملخص احداث الحلقه السادسه هو جده بيراز لما هتفوق من الغيبوبه اللي كانت فيها، ده هينشر الفرحة في كل الجزيرة، وحزيران هتشوف بيراز سعيد بطريقة كبيرة لدرجة ان هي ما شافتهوش سعيد بالطريقة دي قبل كده. لكن في نفس الوقت حزيران خايفة من ان عليا جدة بيراز تفتكر الحزيران قالته لها وهي نايمة، وان هي السبب في كل اللي حصل لبيراز والأرضو. الفندق هيبدأ يستقبل اول الزائرين ليه، واكيد هيحصل مشكلة في الفندق ده بسبب الزائرين او الزباين اللي هيجوا على الفندق. لكن زبون واحد هو اللي هيزعج الفريق بالكامل اللي بيعمل في الفندق، وفي النهاية الزبون ده هيترد. والمشكلة الأساسية هتكون إن الزبون ده لما هيترد بسببه هتتلغي كل الحجوزات اللي الناس حجزاها في الفندق، والوكالة الفندق مكتوب على اسمها عشان الزبائن لما تيجي تختار الفندق ده تعيش فيه مدة أجازتها هتقول إن هي مش هتعمل مع مؤسسة مثل الفندق ده، واللي هو فندق بيراز وحزيران. بيراز وحزيران هيكونوا بيحاولوا يصلحوا كل اللي حصل مع الفندق ومع الزباين ومع الوكالة اللي بيشتغل فيها الفندق. لكن في نفس الوقت وهم مشغولين هيجدوا طريقهم بسبب المشكلة دي، وحزيران هتحب انها تعلن عن مشاعرها لبيراز، وفي نفس الوقت بيراز هيصمم ان حزيران تقول مشاعرها ليه قبل ما هو يعلن مشاعره ليها. وبس، هو ده ملخص احداث الحلقة الستة، ملخص بسيط وصغير، وتحسوا ان الكلام مش راكب على بعضه. مش عارفة هل هم قصدهم ان هم يتوهونا بحيث ان احنا منفهمش احداث الحلقة قوي. المهم الحلقة لما تتعرض هنشوف ايه اللي هيحصل فيها، لكن من الملخص شكلها تكون حلوة. وبالنسبة لتحليل احداث الاعلانين، هو بيبدأ الاعلان الاول وكل الجزيرة فرحانة جدا ان جدة بيراز فاقت، عشان كده بنشوف صديقة حزيران متحمسة جدا تروح عند جدة بيراز عشان تنقذ حزيران من هناك، لان تقريبا حزيران هتحكي لها اللي هي قالته لجدته، لان كل الناس تبقى مبسوطة. لكن زي ما احنا شايفين في وجه صديقة حزيران كأنها غضبانة او في شيء مستعجلة تعمله. حزيران هتكون مصدومة لان هي اول جملتين هتقولهم جدة بيراز انا عارفة عنك كل شيء. طبعا بيراز هيكون مبسوط جدا ان جدته اخيرا استيقظت من الغيبوبة، وهيقول لها انت اتيتي لينا بالخير، وهيكون فرحان جدا عشان كده مشاعره هتزيد ناحيتها، لان هو في فكره هي السبب في ان جدته تصحى، لان مفيش حد كان بيتكلم معاها غيرها زي ما شفنا في الحلقات السابقة. طبعا هو هيكون سعيد، لكن هي هتكون حزينة لان هي مخبية سر عن بيراز، والسر ده جدته دلوقتي هي عارفاه فاكيد هتقوله، فهي متوقعة ان جدته اكيد هتقوله، والمشاعر اتجاه بيراز اللي هي حاسة بيها تنتهي. والدة حزيران هي اكتر شخصية انا خايفة منها في المسلسل ده، اتوقع هي اللي هتكون واقفة حاجز بين بيراز وحزيران حتى بعد ما السر ما هيتعرف. لكن في المشهد ده حاسة ان هي هتفتح عقل بيراز، لانها هتقوله انا بتحدث بوضوح والمفروض انك تبقى فاهم، فمعنى كده انها هتكلمه انا عارفة ان انت معجب بيها لكن مش هينفع العلاقة دي. عشان كده شايفين وجهه كان مصدوم قوي ان انا بفكر ان انا اعترف لحزيران بحبي ووالدتها بتتكلم معايا بالطريقة دي. الشخصيات السنوية الموجودة في المسلسل واللي هي صديقة حزيران وصديق بيراز هيبدأ ما بينهم قصة حب، لكن انا من وجهة نظري حاسة ان صديق وصديقة بيراز هيكونوا اجمل سوا، يعني ممكن يكون بيحضرونا لقصة حب جيدة ما بينهم، وصديقة حزيران مش هتكون حبيبته في المستقبل، ده توقعي. وبنشوف حزيران بتقول لبيراز حتى انها معجزة ان نكون بجانب بعضنا البعض، وبالحقيقة انت مش بتؤمن بالمعجزات دي، الحب اللي بقى بينها وبينه. لكن هو يرد عليها يقول لها ما كنتش بأؤمن بكده، لكن من الآن أنا عايز أكون مؤمن بيها، وكأنه بيحضر إن هو يعترف لها في الليل. ومن ضمن الفعاليات اللي هيعملوها في الفندق إن هم هيعملوا مكان اسمه فوتو كابين أو كابينة الصور، زي الموجودة في الدول الأوروبية، إن الثنائي أو شخصيات تدخل وتتصور فيها، وأول ناس هتجرب المكان ده هم حزيران وبيراز، وأكيد هيحصل ما بينهم مشاهد تقارب رومانسية. لكن ما نفرحش قوي لأن هي مش هتكتمل، ممكن حد يدخل عليهم ويوقف كل ده. وصديقة بيراز الوحيدة اللي هتبقى فاهمة اللي بيحصل معاه، عشان كده هتقول له انت مرتبط بحد ممكن تفقده، يعني هي قصدها ان مهما كان حزيران بتحبه لكن هي هترجع لاسطنبول، فعشان كده هيقرر ان هو يعترف لها بحبه ويشوف ردة فعلها ايه، هل هتكمل تعيش معاه في الجزيرة او هتسافر على اسطنبول. وبينتهي الاعلان وهما بيقولوا كل واحد ينطق بالسر ليه. طبعا حزيران هتتوتر جدا لان هو عارف سرها، لكن هتوقف الموضوع وهتغيره
بطريقة ما ومش هتعترف بالسر لأن السر مش هيظهر دلوقتي، أو ممكن بيراز هو اللي يقول لهاكان ما تلعبش اللعبة دي وينهي الموضوع. وبالنسبة للإعلان التاني بيبدأ ببيراز وهو بيقول لحزيران أنا والأصدقاء ذاهبون للمخيم، هل تيجي معانا؟ فهي هترفض وهتكلم صديقتها تقول لها إن هاكان وإيديل رايحين المخيم ده، عشان كده حزيران هتبدأ تفكر تروح أو ما تروحش. فساعتها حزيران هتقرر إنها تروح معاهم المخيم لأن هي عارفة إن هاكان ممكن يقول السر لبيراز، وإن إيديل نفسها تجتمع مع بيراز بأي طريقة عشان تقنعه إنه يحبها، فهتقرر إن هي تروح لأنها غيرانة عليه. وكمان هنشوف مشاهد غيرة كتير من حزيران على بيراز من إيديل، فالحلقة القادمة هتكون حلقة قوية جدا. وبما إن حزيران بدأت تسأل هل كان بيراز وإيديل يحبان بعض في السابق، فمعنى كده إنها وقعت خلاص في الغرام، لأن السؤال ده ما بيظهرش من البنت عامة غير لما تكون بتحب شخص ما وبتحاول تعرف تفاصيل حياته السابقة كانت عاملة إزاي. حتى صديقة بيراز هتفهم زي ما انتوا شايفين شكلها عامل إزاي، خلاص عرفت إن هي بتحبه. أتوقع صديقة بيراز هي أكتر واحدة هتكون بتشجع على العلاقة دي، لكن أيضا هتكون خايفة على بيراز إن هو يحزن لو حزيران سابت الجزيرة ورجعت على اسطنبول. بعد كده بنشوف الجدة وهي بتقول لحزيران أنا سمعت كل ما قلتيه، وأنا الصراحة خايفة من الجدة دي جدا، بس حاسة إن حزيران هتبدأ تشرح لها إيه اللي حصل، وإن هي كان كل ده سوء تفاهم، وإن هي فهمت غلط بيراز وإن هي بتحبه، فممكن بعد كده بدل ما هتكون شخصية سيئة هتكون الشخصية الجميلة اللي في المسلسل، وهتكون بتدافع عن حزيران لكن لما تعرف أصل الحكاية. ومعروف كمان ان البنت لما تحب حد هتهرب منه، عشان كده بيراز هيسأل حزيران انتي بتهربي مني ليه، فهي هتتنهد كده وهتجري وتسيبه لان هي مش عارفة ترد عليه، يعني هتقوله ان هي معجبة بيه، فيقول لها انا بحاول اتكلم معاك لكنك بتهربي مني باستمرار، هل انا عملت شيء يضايقك؟ طبعا حزيران هتتحجج بأي حجة لان هي مش عارفة ترد عليه. وبينتهي الاعلان بيراز وحزيران بيقبلوا بعض، وتقريبا في المشهد ده بيراز هيكون بيعلن لحزيران ان هو معجب بيها وبيحبها. اعتقد ان حزيران هتهرب منه وهتروح على كابينة الصور وهتقعد تبكي لان هي خلاص عرفت ان هو بيحبها وبيبدلها نفس الشعور، لكن هي عاملة فيه مصيبة كبيرة ممكن يخسر فيها ارضه، عشان كده هتكون مش عارفة تقوله ان هي كمان بتحبه او انها تمشي من الجزيرة. متوقع ان دي هتكون قفلة الحلقة، لان في الحلقة اللي بعدها متوقع ان حزيران هترفض العلاقة دي مع بيراز، فبيراز هيكون بيعملها ببرود شديد، فهنشوف ايه اللي هيحصل. وبس هو ده توقعي لأحداث الإعلانين. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، اكتبوا رأيكم في الكومنتات، لو عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبوا في الكومنتات ونرد عليكم. متنسوش لايك وشير وسبسكرايب، تفعيل جرس الإشعارات عشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله على القناة. باي باي.